مساء الخير على حضراتكم جميعا، وكل سنة حضراتكم طيبين. بمناسبة طبعا انتهاء شهر رمضان الكريم، وهتنتهي معايا ورش عمل السيزون الرابع لرمضان جانا، ودي ان شاء الله السيشن قبل الأخيرة. ان شاء الله يوم الخميس هتكون السيشن الأخيرة. ان شاء الله النهاردة احنا بنحاول ندور على تولز تساعدنا ان نوفر المجهود ونوفر وقتنا، والحاجة بتطلع برضو في صورة كويسة، سواء ان انا هستخدم تولز تعملي اوتوميتد دوكيمنتس او ماتيريالز معينة. والنهاردة ان شاء الله ورشة العمل هتكون بعنوان Generating Automated Certificate، وهتقدم الورشة بإذن الله مهندسة اسلام مناع، يعني كتير من حضراتكم عارفينها وبيتواصلوا معاها. مهندسة اسلام هي اخصائي تعلم الكتروني بمركز الدكتورات التربوية والتعلم عن بعد بجامعة الاسكندرية، ومدرب دولي معتمد من الاي بي سي تي، وايضا مدرب معتمد من المركز الاعلى للجامعات. مهندسة اسلام اتفضلي، احنا سامعين حضرتك. شكرا جزيلا دكتورة غادة. أنا بحبك، بس هستأذن حضرتك نعمل فول سكرين للبرزنتيشن. تمام، تمام، اتفضلي. بداية بشكر دكتورة غادة على المقدمة الرائعة اللي قدمتني بيها، شكرا جزيلا يا دكتور. وبشكر دكتورة غادة انها اتاحت لي الفرصة ان انا اتواجد مع حضراتكم. وهنتكلم النهاردة بإذن الله عن الـ Generating Automated Certificates، أو زي ما حضراتكم بتشوفوا كده الشهادات اللي احنا بنعملها للورش وحاجات مشابهة لكده. ناس كتير كانت بتسأل ازاي نعمل الموضوع ده، ازاي اطلع شهادات اوتوماتيك، مجرد ما الناس اللي عندي تملى الفورم تبدأ الشهادة تتعمل لها جنريشن اوتوماتيك. فالكلام ده هنعرفه النهاردة. اول ما نبدأ، اول حاجة هنتكلم، هنقول احنا ليه محتاجين الاوتوميتد سيرتيفيكتس، ايه اللي يخليني اعمل اوتوميتد سيرتيفيكت، او ايه اللي يخليني اعمل شهاده اوتوماتيكيه للناس اللي هتكون حاضره معايا. غالبا الكلام ده طبعا بيكون للناس اللي بتعمل انرولمنت لكورس عن طريق فورم. وحاليا اغلب الناس لما بتقدم تريننج، يا اما التريننج نفسه بيكون اونلاين، او حتى الريجستريشن بتاعه بيكون اونلاين. وطبعا في الغالب استاذن حضراتكم، بس في صوت في ايكو كده. تمام كده أحسن. الفكرة بتاعت الـ Automatic Certificates إن هي بتزود لي الفرص بتاعت إن الناس تحضر معايا أكتر، ويبقى في interaction أكتر. يعني في دراسة عملتها شركة اي بي ام، الدراسة دي عملتها على الكورسات اللي كان عاملين لها في نهايتها شهادة، والكورسات اللي كان في الآخر ملهاش شهادة. فلقوا ان الكورس اللي ليه شهادة بيزيد النسبة بتاعت الانرولمنت او تسجيل الطلبة فيه 129% عن الكورس اللي ملوش شهادة. وكمان لقوا ان الطلبة بيكون عندهم حافز، او الترينيز عموما بيكون عندهم حافز انهم يكملوا للاخر عشان ياخدوا الشهادة بنسبة اعلى. فبالتالي الكومبليتيشن ليفل بيزيد معانا ب 226%. وكمان لما بندخل بادج سيستمز، او فكرة البادجز او السيرتيفيكتس او اي حاجة من هذا القبيل، بتخلي عندي السيلز او تحقيق المبيعات بتاعتي او التسويق بتاعي بيزيد. زي مثلا الناس اللي بتحضر معانا هنا، اغلب الناس بتسال على ايه؟ على الشهادات. اول حاجه فين لينك الشهاده، فين لينك الشهاده، بيكون حافز اكتر الناس اكتر تحضر. طيب في الفتره الاخيره بقى سهل عندنا جدا جدا ان احنا نعمل شهادات اوتوماتيك، وبقى في عندنا حاجات ابلكيشنز كتير جدا. الابلكيشنز دي بتخليني اقدر ان انا اعمل اوتوماتيك سيرتيفيكت بكل سهوله. طيب عندنا ابلكيشنز كتير جدا، يعني عندنا ابلكيشنز يعني تعتبر بالمئات مثلا، كلها بتعمل شهادات. انا جايبه لحضراتكم هنا كام مثال لكام ابلكيشن منهم. طبعا في حاجات اكتر بكتير، بس انا جبت يعني يعتبر الاكثر شهره، زي مثلا سيرتيفاير. سيرتيفاير ده بيعمل ديزاين لشهادات، وهو فري وبيكون متاح اونلاين.
كل واحد من دول هنقول البروز والكونز بتاعته، وهحط حاطه لحضراتكم اللينك بتاعه، لكن في الاخر احنا هناخد تفصيل ازاي نعمل بحاجه واحده بس منهم اللي هي احنا شغالين بيها السيستم بتاعنا، اللي مشغلين بيها الشهادات اللي حضراتكم بتستلموها. تاني حاجه عندنا برضو موقع اسمه سيمبل سيرت. سيمبل سيرت ده عباره عن سيرتيفيكت مانجمنت سيستم، مش مجرد ان هو بيطلع الشهاده بس، لا ده كمان في مانجمنت لانه يطلع الشهاده ويبعتها اوتوماتيك ويبعتها باي ايميل، يعني مانجمنت كامل. في كمان عندي بانر سناك. البانر سناك ده بيعمل، ده اب بيعمل فري سيرتيفيكت. في عندنا كمان سيرتيفيكت ماجيك. السيرتيفيكت ماجيك ده بسيط جدا وسهل التعامل معاه. في فيزمي ده اونلاين سيرتيفيكت ميكر اب برضو. واخر حاجه معانا هنا، طبعا في حاجات اكتر من كده بس دول على سبيل المثال للحصر ذكرتهم لحضراتكم، الجوجل دوكس. الجوجل دوكس ده اللي احنا شغالين بيه بيعمل لنا الشهادات بتاعتنا عن طريق ان انا بعمل الديزاين بتاع الشهاده عن طريق جوجل سلايدز. تمام. طيب لو اتكلمنا عن اول حاجه اللي هو السيرتيفاير، السيرتيفاير ده المميزات بتاعته. السيرتيفاير ده ويب سايت، اللينك بتاعه هبعت لحضراتكم البرزنتيشن دي بعد ما نخلص ان شاء الله بي دي اف، هتلاقوا اللينك ده تقدروا تدخلوا عليه. ده ويب سايت. الويب سايت ده بيعمل ايه؟ بيعمل لي اونلاين فري سيرتيفيكتس. ده كمان بيحدد لي من الاول وانا داخل، مجرد بس بعمل ساين اب على الويب سايت ده بيسالني والله انت مجال شغلك ايه؟ طيب انت بتحتاج عدد شهادات قد ايه؟ على اساس ان هو يعني يكون معايا زي ما انا عايز، حتى الخطه بتاعتي اللي انا شغال بيها. لو حضرتك جيت دخلت على السيرتيفاير هتلاقي ان هو هيسالك انت بتحتاج شهادات قليله، ولا بتحتاج كل شهر من 100 ل 1000 شهاده، ولا بتحتاج اكتر من 1000 شهاده، بتحتاج قد ايه، كام شهاده، وكل ده بيطلعه لك فور فري. فهو بيست فري فيرجن، افضل نسخه مجانيه بيكون فيها ديزاينز وحاجات كتير للايه، للشهادات. وكمان في هيوج لايبرري من السيرتيفيكت تمبلتس. في عندنا اشكال كتير للتمبلتس بتاعت السيرتيفيكت اقدر ان انا استخدمها. كمان عندنا ان هو بيستخدم دايناميك اليمنت، يعني اقدر ادخل نيمز مختلفه. تمام. كمان يقدر يبعت ايميلز، يعني لو حضراتكم بصيتوا هنا اقدر ان انا ابعت من خلاله ايميلز. واقدر ان انا انزل بقى الدوكيمنت بكذا فورمات، كبي دي اف او كذاب، ايا كان الشهادات اللي انا عملتها اقدر انزلها زي ما انا عايز. طيب العيوب بتاعت السيرتيفاير ان هو ملوش موبايل ابلكيشن عشان اقدر ان انا اعمل كرييت اون ذا جو سيرتيفيكتس، يعني لا لازم ديسكتوب او لازم اللابتوب بتاعي اقعد اشتغل عليه. كمان ان الحاجات اللي موجوده فيه كلها خاصه بالشهادات، يعني ما بيعملش اي حاجه تانية خالص غير ان هو كرييت سيرتيفيكتس، حاجة مخصصة للسيرتيفيكتس فقط. في حاجات تانية من اللي هناخدها بعد كده هنلاقيها ان هي ايه، في حاجات مختلفة مش مجرد شهادات بس. عندنا مثلا سيمبل سيرت. سيمبل سيرت ده عبارة عن سيرتيفيكت مانجمنت سيستم. مميزاته ان هو بيكون ليه يعني هو بفلوس، بس الفلوس اللي بتدفع فيه مش غالية، affordable prices. عندنا تاني ان انا اقدر اوزع الشهادات وابعتها بالايميل. عندنا تاني كمان ان انا اقدر اعمل دايناميك داتا، عشان في عندنا ابلكيشنز تانيه او ويب سايتس تانيه لا مش بتاخد دايناميك داتا، بقدر بدخل انا بايديا مانيوال كل حاجه، فطبعا ده عيب. ميزه ان انا يبقى عندي دايناميك داتا، اقدر ارفع اكسل فايل هو يقرا منه ويكريت لي الشهادات. العيوب بتاعته ان هو الفري باكج بتاعته ما فيهاش غير 10 سيرتيفيكت افيلابل، عايز اكتر من كده ادفع فلوس عشان اخد شهادات اكتر. الانترفيس بتاعه مش كويس، والابلكيشن قديم يعتبر، التعامل معاه هيبقى صعب شويه، والديزاين بتاع الشهادات اللي عندي بيكون شكله مش حديث قوي، يعني شكل الحاجات المتاحه فيه مش حديث. وده اللينك بتاعه لو حضراتكم حابين تدخلوا تتفرجوا كده عليه. طبعا النسخة الفري حضرتك تقدر تدخل تعمل ساين اب وتجرب وتشوف الشهادات المتاحة فور فري. عندنا تاني بانر سناك، ده فري سيرتيفيكت ميكر اب. البانر سناك بيعمل ايه؟
البانر ده فيه لايبرري كبيره جدا مليانه بالسيرتيفيكت ديزاين تمبلتس نقدر ان احنا نستخدمها ونطوعها معانا. عندنا كمان في اديتور الجرافيك بتاع السيرتيفيكت، اقدر ان انا ادخل اعدل يعني في اغلب الحاجه بيكون بس في مكان ان انا احط فيه مثلا الاسم او كده، لكن التعديل في الجرافيك لا، هنا متاح ان انا اعدل في الجرافيك. اديشنال فيتشر للسوشيال ميديا، اقدر ان انا اعمل يعني كمان عليه اعمل حاجات للسوشيال ميديا والفيديو اديتور، ويبقى هو مش سيرتيفيكت بس، لا ده في كذا اوبشن تاني اقدر ان انا استخدمهم بخلاف السيرتيفيكت. الفري باكج بتاعته بيكون فيها 10 فري ديزاين متاحين. طيب العيوب بتاعته ايه؟ انا بقول لحضراتكم اساسا ان مش شرط ان احنا نستخدم الجوجل دوكس اللي احنا في المركز عندنا بنستخدمه، ممكن حد من حضراتكم يجرب حاجة تانية. يعني ناس كتير مثلا بتحب السيرتيفاير، بتحب تشتغل عليه، فممكن تدخلوا وتجربوا هتلاقوا الخطوات عندكم مشروحة. بس انا النهاردة هعرض لكم كده كذا اكتر من حاجة، وهناخد الجوجل دوكس بالتفصيل بقى، هي دي اللي هنشرحها تفصيل. وعند حضراتكم اللينك بتاع كل ويب سايت منهم نقدر ندخل عليه ونجرب. طيب العيوب بتاعت البانر سناك ان هو ما اقدرش ارفع عليه ريسيبيانت ليست، يعني المستلمين اللي هيستلموا مني الشهادات ما اقدرش مثلا اجيب من بره اكسل شيت وادخله عليه واقول له اعمل لي كرييت للشهادات بالشكل ده. كمان ما فيش فيتشر فيه ان انا اعمل بالك سيرتيفيكت، يعني زي ما بعمل كده مع حضراتكم في الورش ان انا بدخل حضراتكم بتدخلوا يعمل عدد كبير ويبعته باي ايميل، لا ده مفيش ما بيبعتش باي ايميل، ما بيعملش بالك مع بعض، لا حضرتك اللي بتعمل بايدك بقى مانيوال. عندنا كمان ان مفيش في حاجه اسمها اناليتكس للشهادات، في ويب سايتس بتوفرها ولا، وفي حاجات تانية لا، ده مش متوفر فيه ان هو يحلل لي الشهادات دي الداتا اللي دخلت فيها عباره عن ايه. عندنا تاني حاجة اسمها سيرتيفيكت ماجيك. السيرتيفيكت ماجيك ده فيري سيمبل سيرتيفيكت كرييتور اب، تمام. المميزات بتاعته ان هو سهل التعامل معاه، وتقدر تشتغل تعمل الشهادة بتاعتك خلال دقيقتين او اقل. كمان هو مجاني تماما. عيوبه ان هو الايديتنج فيتشرز بتاعته قليلة جدا، ان انا ما اقدرش اعمل ريجستريشن واخزن التمبلتس الموجوده فيه، التمبلتس الموجوده عليه هي عنده بس، ما اقدرش ان انا ابعت السيرتيفيكتس دي باي ميل. كمان مش متاح ان انا ابعت كميه شهادات كتير في زي ما احنا بنعمل كده، لا هو بيبعت اعداد قليله ومش ايميل انا اللي ببعتها يدوي. ما فيش برضو اناليتكس للسيرتيفيكتس، وده اللينك بتاعه لو حد حابب يدخل يبص عليه. طيب عندنا بقى اخر حاجه هنتكلم عنها النهارده، ودي اللي هنشرحها بالتفصيل، اللي هي الجوجل دوكس. الجوجل دوكس دي مينلي بتربط كذا حاجه، يعني حضرتك لو جينا هنا كده شفنا هنلاقي ان حضرتك هتستخدم كل الحاجه بتاعت جوجل عشان تطلع الشهاده. هتستخدم ايه؟ في اد اون اسمه اوتوكرات، هو ده اللي احنا بنستخدمه. الاوتوكرات ده بيعمل ايه؟ بيربط لي الجوجل شيتس مع الجوجل فورم مع الجوجل سلايدز، الثلاثة دول بيتربطوا مع بعض وفي النهاية بيطلع شهادة بتتبعت لحضراتكم عن طريق الجيميل. طيب المميزات بتاعته ان هو توتالي فري، مجاني تماما، اي حد مجرد عنده جيميل يقدر يستخدمه. عن طريق الجوجل درايف يقدر يتعامل في كل الحاجات دي ويبعت يبعت الايميلز بالسيرتيفيكتس، كل ده متاح. مفيش ليميتيشن، ما يقوليش مثلا عدد شهادات قد كده بس اللي يطلع، لا براحتك اعمل اللي انت عايزه. الجوجل اديتور سهل التعامل معاه عن طريق اي براوزر، يعني مش عايز حاجه معينه خاصه، الناس كلها عندها الجيميل وبتشتغل على الجوجل درايف وسهل التعامل معاه، مش محتاج شروط خاصه يعني. You can connect Google Docs with other Google apps to enable automatic creation بتاع certificate، وده اللي بيحصل فعلا. وحضرتك كمان تقدر تحط recipient list زي ما انت عايز، تبقى variable متغيرة كده dynamic، وتاخد منها وتكريت الشهادات زي ما بيحصل. حضراتكم بتعملوا ايه؟ تملوا فورم، والفورم دي بتسمع في يعني جوجل فورم بتسمع في جوجل شيت، تمام. الجوجل شيت ده عليه add-on
اللي هو اوتوكرات، احنا هنشوف الكلام ده عملي، معلش ممكن دلوقتي يبقى معقد لكن واحنا شغالين الدنيا هتوضح اكتر. الاوتوكرات ده بيعمل كرييشن للسيرتيفيكت بالداتا اللي حضراتكم دخلتوها على الجوجل فورم. طيب العيوب بتاعته، العيوب بتاعت النظام ده ان مفيش تمبلتس جاهزه ان انا استخدمها، فبالتالي انا بكون عامل كرييت لماي اون سيرتيفيكت. انا بعمل الشهاده بتاعتي، بخلص الديزاين بتاعها عندي عادي جدا، وبعدين برفعها بقى او بشتغل على جوجل سلايد فروم سكراتش. الافضل انا بشتغل عادي على الباوربوينت على الجهاز عندي، وبعمل ديزاين الاول فوتوشوب، بعدين ادخل الديزاين فوتوشوب ده على الباوربوينت واخده على السلايد جاهز اشتغل عليه. او لو حضرتك عايز تفتح السلايد وتعمل انت الديزاين زي ما انت عايز من الاول للاخر اللي يريحك عادي جدا. بالنسبه لنا احنا ده مش عيب، ده ميزة، لان احنا في كل شهادة احنا اللي بنعمل لها الديزاين بتاعها، كل سنة بنغير الديزاين بتاعنا، فبالتالي متاح معانا ان احنا نعمل اللي احنا عايزين. No ready made feature need to create certificate from scratch، ده نفس الكلام اللي احنا بنقول عليه. وكمان مفيش analytics للcertificate ولا management للfeatures بتاعتها. طيب حضراتكم عندنا الاوتوكراد داونلود لينك ده اهو موجود هنا، بس انا هوري لحضراتكم ازاي نجيبه من جوجل درايف. الاوتوكراد ده بقى عباره عن ايه؟ احنا مش قلنا في اد اون؟ الاد اون ده انا بنزله عندي على الجهاز، وبعدين الاد اون ده بيشغل لي بقى، يربط لي الكلام ده كله ببعض. الفكره بتاعت الاوتوكراد ان هو ده مالتي بيربز دوكيمنت ميرج تول، بيشتغل مع الجوجل درايف، كل حاجه بقى في الجوجل درايف بيشتغل، بيربط الفورم بالشيت بالسلايد، كل ده بيربطه مع بعض. بيربطه مع بعض عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها الميرج تاجز. ده الكي بتاع كل حاجه. الميرج تاجز ده هنشوفه واحنا شغالين، ده الاساس. خلينا فاكرين، شايفين شكل التاج؟ التاج شايفين الاقواس دي، القوسين دول، الشكل ده قوسين مقفول ومفتوح، واللي في النص بينهم دول اسمهم ميرج تاجز. وكمان تقدر تبعت الشهادة بتاعتك كاتاتشمنت على الايميل، تمام. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين وعارفين كويس قوي ان احنا بنبعت عدد كبير جدا من الشهادات، واللي بيوقفني في العدد في السند الايميل مش الاوتوكرات، لا، اللي بيوقفنا ان الجيميل ليه ليميت معين كل يوم، الفري جيميل ليه ليميت معين كل يوم من عدد الايميلز اللي يبعتها، تقريبا 120 حاجه زي كده، بعدها ما بيبعتش ايميلز. لكن الاوتوكراد بيبقى شغال كويس جدا، وبيعمل كرييشن للشهادات دي وبيخليها عندي في الفولدر اللي انا ببعته لحضراتكم، اللينك بتاع الفولدر. اول حاجه حضرتك محتاج تعملها، اول حاجه هتعمل فولدر على للسيرتيفيكتس على الدرايف بتاعك. دي بتسهل علينا ايه؟ ده على فكره مش حاجه، مش يعني مش اجباري ان احنا نعملها، ممكن حضرتك تسيبه كده، هو هيتحط في الديفولت فولدر اللي موجود عندنا على الدرايف. بس الافضل ان احنا زي ما بعمل مع حضراتكم كده، كل ورشه يبقى لها، او كل شويه ترينيز مع بعض، مجموعه تدريب او ورشه عمل، حضراتكم تعملوا لها فولدر باسمها، عشان الشهادات اللي هيتعمل لها كرييشن تتكريت فين؟ في الفولدر ده. كل الشهادات اللي حضرتك هتعملها هتختار واحنا شغالين خطوه انها تروح جوه الفولدر ده، فبالتالي لو في مثلا عدينا الليمت بتاع الايميل، حضرتك تقدر تبعت الجوجل درايف ده للناس يدخلوا عليه ويشوفوا شهاداتهم وياخدوها. بعد كده هنعمل ايه؟ الخطوه اللي بعد كده هنجهز الشهاده، ديزاين الشهاده. لو انا عندي ديزاين الشهاده بتاعي تمام، هاخده وهدخله على ايه؟ على الجوجل سلايدز، تمام، وبحط له الميرج تاجز اللي هنشوفها واحنا شغالين، اللي هي اهم حاجه، اللي مربوطه بايه؟ مربوطه بالجوجل فورم. احنا قلنا احنا هنربط ثلاث حاجات ببعض، الجوجل فورم بالجوجل سلايدز بالجوجل شيتس، تمام. طيب هو عموما الباقي ده كام خطوه كده حضراتكم تبقوا تقروهم. انا اللي هعمله ان انا هشرح مع حضراتكم دلوقتي عملي، يعني هنشوف الكلام ده عملي، عشان انا حاسه كده ان الدنيا ايه مش واضحه. اول حاجه هنعملها هنفتح البراوزر بتاعنا ونفتح الجيميل بتاعنا، دي اول خطوه. بعد كده يا ريت لو الناس، يعني حد عنده امكانيه انه يقدر يطبق معايا لو مهتم وعايز يعرف الموضوع، لان في خطوات كتير في النص بتطلع ممكن الناس تقف فيها وتحتاج تسال فيها. انا فاتحه هنا الجيميل بتاعي،
اول حاجه هعملها هختار الدرايف، هدخل على الدرايف. تمام، دخلت على الدرايف. بعد ما دخلت على الدرايف اول خطوه قلنا نعملها هنعمل ايه؟ هنعمل فولدر، كرييت نيو فولدر. النيو فولدر ده هسميه باسم الورشه بتاعتي، يعني مثلا جنريتنج اوتوماتيك سيرتيفيكت مثلا. وبعدين هعمل كرييت للفولدر. تمام، دي اول خطوه. طيب تاني خطوه، حضرتك هتجهز ديزاين للشهاده بتاعتك. غالبا ان حضرتك مثلا يبقى عندك صوره جايبها مثلا عجباك او كده، فهتجيب الصوره دي. انا هقول لحضراتكم اللي انا بعمله، مش شرط ان حضراتكم تعملوا كده، تقدروا تدخلوا على الجوجل سلايد مباشره وتشتغلوا في التمبلت بتاع الشهاده من الجوجل سلايد، بس انا بفضل الطريقه دي اللي هوريها لحضراتكم دي. انا بعمل ايه؟ بجيب مثلا ديزاين ده عاملاه على الفوتوشوب، تمام، وبجيبه صوره. الديزاين بتاعي بالكامل بعمله صوره. ليه بعمله صوره؟ لان انا لو دخلته في تكست عاديه كده وارد جدا انواع الفونتس الموجوده تختلف. يعني لو انا جيت عملت الديزاين بتاعي على الباوربوينت اللي هنا وعملت فونتس شكلها حلو واشكال حلوه، اجي ادخل على الجوجل سلايدز الفونتس دي مش موجوده، فبالتالي هيحصل ايه؟ هيتغير الدنيا، الفورمات بتاع الصوره بتاعتي هيتغير. فانا بخليها كصوره، دي الصوره اهي، وبدخلها على البرزنتيشن بتاعتي الباوربوينت. دي اول خطوه. تاني خطوه، حضرتك هتيجي على ديزاين وتتاكد من حاجه مهمه، تتاكد ان مقاس الصوره بتاعتك قد مقاس السلايد. من الديزاين في عندي حاجه اسمها سلايد سايز. السلايد سايز ده حضرتك تقدر تختاره من هنا وتدخل الدايمنشنز بتاعت الصوره بتاعتك. طب انا اعرف الدايمنشنز بتاعت الصوره بتاعتي منين؟ هنا اهي، شايفين؟ دبل كليك بس على الصوره هيفتح لي بيكتشر فورمات، هنلاقي عندنا الدايمنشنز بتاعتي الهايت والويدث اهي، نقدر ناخدها كوبي بيست ونروح نحطها فين؟ في الديزاين من هنا، واخليها قد السلايد سايز. يبقى بالتالي مفيش مساحه بيضه حوالين الشهاده. دي اول خطوه عملناها. طيب انا مش محتاج غير كده هنا دلوقتي، دخلت الديزاين بتاعي، وبعد كده هروح على الدرايف بتاعي وهعمل سلايد. يبقى احنا اول خطوه عملنا الفولدر، تاني حاجه هعمل كرييت للجوجل سلايد. هاجي هنا كده اقول له اعمل لي جوجل سلايد. تمام، لو حضرتك عايز تبدا فروم سكراتش هنا وتشتغل هنا، تمام، مفيش مشكله، بس هيبقى فيه ليميتيشن، يعني الدنيا مش هيبقى شكلها ظريف قوي. الافضل تجيبها صوره وتدخل هنا الميرج تاجز بس. هنيجي من هنا هقول له فايل اوبن وبعدين ابلود، وهاخد الملف بتاعي من على الديسكتوب اهو، وهدراج كده ودروب هنا. هيحمل وهلاقي فتح عندي على الجوجل سلايد. بيحمل بس، فتح اهو على الجوجل سلايد. طيب حضرتك هتعمل ايه؟ هتيجي هنا، تمام، وهتدخل تكست بوكس. التكست بوكس ده هنا كده هندخل فيه الميرج تاجز. الميرج تاجز بتاعتنا احنا قلنا لازم يبقى لها شكل معين، اللي هي الاقواس اللي بالشكل ده. بس هخلي اللون مختلف شويه عشان يظهر معانا. الالوان عندنا من هنا اهي، خلينا مثلا ناخد اللون ده، نكبر الفونت شويه. طبعا ايديت عادي جدا، حضرتك تقدر تكبر الفونت وتغير اللون، بس الفونتس اللي هنا غير اللي على الباوربوينت، يعني في ليميتيشنز شويه. الباوربوينت فيه فونتس اكتر بكتير. اعمل كده مثلا، وطبعا اللون اللي احنا بنختاره ده هو ده اللي بيطلع بيه الداتا بتاعت الناس اللي بتتجمع من الفور. يعني انا هاجي كده اعمل ايه؟ هعمل الاقواس بتاعت التاج اهي، ادي واحده وبعدين مسافه والتانيه. طيب الميرج تاجز دي انا بكتبها ازاي؟ الميرج تاج دي اللي مكتوب بالظبط بالظبط في الفورم. يعني لو انا كاتبه في الفورم مثلا تايتل، تمام،
بنفس الحروف مكتوبة غلط، اهي تايتل بنفس الحروف لازم اكتب هنا تايتل، والكابس هو كيس سنسيتيف، فلازم الميرج تاج اتاكد كويس قوي من الكابيتال والسمول. افضل ان حضرتك تاخدها كوبي بيست من الفورم، وبعدين مثلا انا بكتب هنا نيم مثلا او نيم ان انجلش ايا كان لازم اكتبه هنا، وبعدين هخليه في السنتر. ده عادي بقى، فورمات عادي جدا اهو، سنتر بقى سنتر. طيب انا راضيه عن الفونت ده واللون ده والدنيا تمام، خلاص تمام كده انا عملت الشهاده. طب انا عايز اغير اسمها مثلا، خليها مثلا تمام، يبقى احنا عارفين ان دي اسمها ثانك يو كارد. الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه؟ الخطوه اللي بعد كده ان حضرتك هتعمل الفورم بتاعتك. هعمل كرييت الجوجل فورم بتاعتي اللي هجمع بيها الداتا بتاعت الناس. هاجي هنا اقول له كرييت جوجل فورمز، وهنا هسمي الفورم بتاعتي الاسم اللي انا عايزه، تمام، واضغط هنا عشان يسمع الاسم بس معانا. وبعدين هاجي على السيتنج بتاعتي، تمام، لازم ادخل اظبط كام حاجه كده، منها مثلا في الريسبونس ان انا اقول له كولكت الايميل ادريس، دي اول خطوه لازم اعملها في الفورم. تمام، بعد كده حضرتك تقدر تفتح او تقفل عدد الريسبونسز بتاعتك، لو عايز الناس ترد مره واحده بس عشان يطلع لكل واحد شهاده واحده بس، او وات ايفر اللي انت عايزه. لو عملت على دي ليميت الريسبونس ال1 هيتسجل مره واحده. طب ليه بنعمل ليميت الريسبونس ال1؟ لو العدد عندي كبير وكل واحد سجل اكتر من مره، الناس مش هيوصلها على الايميل غير لحد عدد معين، بدل ما مثلا يوصل ل 120، لا 60 واحد هيسجلوا مرتين، فهيوصل الايميل ل 60 واحد بس والباقيين مش هيوصل لهم الايميل، فبالتالي يفضل ان احنا نفعل دي. طيب ما فعلتهاش مش مهم، اهم حاجه انك تعمل كولكت الايميل ادريس، دي اهم خطوه. تمام، تعالى بقى الفورم بتاعتنا هنا نحط فيها التايتلز اللي احنا عايزينها. يعني انا هاجي مثلا الطبيعي اللي حضراتكم بتلاقوه، ادي تايتل. التايتل بتاعي اقدر ان انا اسيبه مفتوح الناس تكتب كده كشورت انسر، او ان انا احط له اخليه مالتيبل تشويس والناس تختار. انا هسيبه مفتوح، تمام، طبعا حسب ما حضرتك عايز. يعني التايتل ده انا غالبا بحط ان هو مالتيبل تشويس عشان الناس تفهم ان التايتل ده مثلا دكتور بروفيسور وات ايفر الحاجه دي، عشان محدش يكتب لي تايتل حاجه مختلفه. بعد كده هاجي اعمل اضيف سؤال تاني، ده الاساسي. اقل حاجه في الفورم هتبقى سؤالين، السؤالين دول اللي هطلع منهم الميرج تاجز بتاعتي. اول حاجه التايتل، تاني حاجه هيبقى النيم، تمام، واخليهم الاثنين، اتاكد ان الاثنين ايه، الاثنين لازم يتجاوب عليهم. يعني حاجه اقف كده على النيم، انزل لتحت، ده required، اخليه السؤال required عشان ما تطلعليش الشهاده فاضيه، وبرده التايتل لازم اخليه required. يبقى ده الاساس عندي في الفورم. طيب بعد ما عملت كده، الخطوه اللي بعد كده، انا كده عملت حاجتين، احنا قلنا هنربط ثلاث حاجات، هنربط الفورم بالسلايدز بالشيت. احنا كده عملنا شيت، عملنا سوري سلايد وعملنا فورم، لسه هنعمل الشيت. طب الشيت ده هنعمله ازاي؟ الشيت هخليه للريسبونسز بتاعت الفورم. فهعمل ايه؟ هاجي على الريسبونسز دي وهقول له لينك تو شيتس، تمام، هضغط كده على لينك تو شيتس، هيقول لي كرييت ان سبريد شيت، هقول له اه كرييت، وبعدين هيجي لي كده يفتح لي السبريد شيت بتاعي. السبريد شيت بتاعي اسمه ثانك يو فور ريسبونسز، تمام، الردود بتاعت الفورم اللي اسمها ثانك يو، تمام. هلاقي عندي هنا ايه؟ الايميل ادريس طبعا، والتايم ده امتى، دي حاجه لازم الشيت بيزودها، وكمان عندنا التايتل والنيم دول اللي انا مدخلاهم. طيب الخطوه اللي بعد كده، الخطوه اللي بعد كده ان انا هنزل الاد اون اللي اسمه اوتوكرات. طيب الاد اون اللي اسمه اوتوكرات ده هنزله منين؟ حضرتك من الشيت نفسه هتيجي تقف على اكستنشنز، تمام،
طبعا انا منزلاه، بس انا هوري لحضراتكم ينزل منين. هتيجي على الاد اونز دي وتقول له جيت اد اونز، يبقى من اكستنشنز اد اونز جيت اد اونز. لما اضغط كده هلاقي عندي اوتوكراد، شايفين الاوتوكراد ده؟ هفتح كده، انا عندي منزلاه طبعا، حضراتكم تنزلوه. معلومه، الاوتوكراد مش بينزل للجهاز، الاوتوكراد بينزل للايميل، يعني حضرتك عندك اكتر من جيميل فاتحهم. عملت الخطوه دي مثلا على ايميل منهم، الاثنين التانيين مثلا او الثلاثه التانيين مش هيبقى عليهم اوتوكراد، يبقى حضرتك عامل ده للايميل ده بس. تمام؟ طيب في برضه ليميتيشن لكل جهاز، يعني انا ما اقدرش انزل الاوتوكراد اكتر من 3 مرات فور فري على جهاز واحد. يعني انا عندي 3 ايميلات مثلا او عندي 4 ايميلات جيميل، اقدر انزل على 3 على الجهاز ده. طب الرابع انا بحتاجه وبشتغل عليه، اقدر اعمل ايه؟ اروح افتحه من جهاز تاني وانزل عليه الاوتوكراد على الجهاز التاني، هيشتغل معايا على الجهاز ده عادي لانه نزل على الايميل، ملوش علاقه بالجهاز. حضرتك نزلته على الايميل من اي جهاز، هتفتحه على اي جهاز هتلاقي الاوتوكراد معمول له انستوليشن على الايميل نفسه، ملوش علاقه بالجهاز. تمام؟ وضحت فكره ان هو ملوش علاقه بالجهاز، ليه علاقه بالايميل نفسه. طيب انا منزله على الايميل بتاعي الاوتوكراد، حضرتك خلصت نزلته تمام، مجرد ما تيجي تضغط على اكستنشنز هتلاقي الاوتوكراد ظهر معاك. وبعدين هختار لانش، هاجي اقف كده على الاوتوكراد واختار لانش. الاوتوكراد ده بقى هو الاد اون اللي هيربط لي التلات حاجات ببعض، الشيت بالفورم بالسلايدز. اول حاجه هلاقيها عندي هقول له اعمل لي نيو جوب، اعمل لي جوب جديده. هتسمي الجوب دي ايه؟ ايا كان. وبعدين هقول له نيكست. طيب هيقول لك انت التمبلت بتاعتك اللي هي الشهاده عايزها منين؟ انا هقول له من الدرايف. انا الدرايف انا لسه عامله شهاده مسميها ثانك يو، صح؟ اهي ثانك يو كارد. فهجيب الشهاده اللي اسمها ثانك يو كارد، هضغط كده عليها تمام؟ هتظهر معايا وبيعمل فيتشنج للتاجز، لأن في تاجات في الشهاده قبلها. طيب نكمل، هعمل نيكست. هو اوتوماتيك بيحاول يعمل ايه؟ يماتش التاجز اللي في الفورم مع اللي موجوده في الشهاده. هنا هو قراها لان نفس الحروف، ساعات مش بيقراها، ساعات بيبقى فيه مثلا نسيت حرف، حرف كابيتال وحرف سمول. حضرتك هتعملها ازاي؟ انت عندك في الشهاده في تايتل وفي نيم، بتماب من الفورم ايه؟ هتيجي تقف هنا كده هتلاقي دي كل الفيلدز بتاعت الفورم، تختار منها الفيلد اللي انت عايزه. وبرده النيم لو ما عملش ماتش لوحده، حضرتك تقدر تقف كده بالسهم وتختار من الفيلدز بتاعت الفورم الفيلد اللي بيماتش معاه. تمام؟ بعد كده هعمل نيكست. هنا بقى الفايل نيم ده حضرتك تقدر تسميه اي حاجه، بس يفضل ان حضرتك تختار بالداتا اللي بدخلها اليوزر. يعني اللي انا بعمله مع شهادات حضراتكم عشان تقدروا توصلوا لها بسهوله، باجي اقف هنا، شايفين السهم الازرق ده؟ بقف كده، دي التاجات اللي موجوده عندي كلها جوه الفورم. فانا بعمل ايه؟ باخد التايتل كده لما اقف عليه اتاخد كوبي، وهاجي هنا اعمل كنترول في، اعمل له بيست. وبعدين هاجي تاني على الفيلد ده خدته كوبي، وبعدين اعمل له بيست، وبعدين اروح عامله ايه؟ سيرتيفيكيت. مش حضراتكم بتلاقي الشهاده اسمها كده؟ التايتل اللي حضرتك دخلته بالنيم اللي حضرتك دخلت وبعدها سيرتيفيكت، فبالتالي لما تدور على شهادتك توصل لها بسهوله. ده مش ضروري يعني، بس ده لسهوله البحث عن الشهاده هيريحنا يعني. طيب بعد كده حضرتك عايز التايب بتاع الشهاده اللي تطلع في الاخر تبقى ايه؟ ما انصحش ان حد يسيبها جوجل سلايد، خليها بي دي اف. تمام؟ هنختارها بي دي اف، وطبعا تتاكد ان هي مالتيبل اوتبوت لان هي مش سنجل، دي مش هتطلع شهاده واحده، ده شهادات كتير. بعد كده هيقول لك تشوز الفولدر. طبعا في الفولدر بتاع ماي درايف ده، لو قلت زي ما قلت لحضراتكم مش اجباري او مش شرط ان انا اعمل فولدر ديستنيشن فولدر اعمل له كرييت من الاول، لان هو اوتوماتيك بينزل فين في ماي درايف. طيب انا عملت كرييت لفولدر احنا سميناه ايه؟ ثانك يو ولا سميناه ايه؟ مش فاكره، حد فاكر يا دكاتره؟ اه هي دي جنريت اوتوماتيك سيرتيفيكت. تمام، اخترناه اهو، هنقف عليه كده لما نلاقي السلكت ده بقى اكتف، هعمل سلكت.
طيب ده انا عندي اتنين، لا ما ينفعش هسيب واحد بس لان كده ممكن ينزل عشوائي في الاتنين، فاسهل لي ان انا اعمل ايه؟ اجي على ماي درايف ده واحذف من الديليت دي واعمل يس. تمام، بقى كده عندي فولدر واحد هتتكريت فيه كل الشهرات. بعد كده هعمل نيكست. الخطوة دي مش لازم ان احنا نعملها، هعمل نيكست. تمام، وبعدين نيكست. دي اهم حاجة، شايفين شير الدوكيمنت دي وسند الايميلز، لو نو يبقى مش هيبعت. هعمل ايه انا وهو مش بيبعت؟ لا، لازم اتاكد ان انا هخليها يس. شير الدوكيمنت يس، لازم تعمل لي شير للدوكيمنت. طيب بعد كده اهم حاجه اركز فيها هنا، لان انا لو دخلت هنا الميرج فيلد ده غلط الرساله مش هتوصل. طيب هجيبها ازاي؟ تو ده المفروض ان انا اكتب الايميل. الايميل ده هيجي منين؟ من هنا. هنا الايميل معمول ازاي؟ لو حضرتك عندك الجوجل درايف عربي هيبقى مكتوب عنوان البريد الالكتروني. تمام، او لو يعني حسب اللي موجود هنا. فانا عشان ما اتلخبطش واكتب انا بايدي، لا انا باجي عند السهم الازرق ده هو اللي بيوفر لي كل المجهود، هاجي على الايميل ادريس دي اقف عليها كده اتاخدت كوبي، واجي هنا تو واعمل كنترول في. يبقى بالتالي انا ضامنه ان هيروح لايه؟ للايميل ادريس اللي الناس دخلته. بعد كده هنا هتكتب السبجكت. طيب السبجكت بتاع الميل بتاعك تكتب اللي حضرتك عايزه. تمام، طب المسج نفسها هتكتب فيها ايه؟ المسج نفسها حضرتك تقدر تسيبها مثلا تقول kindly find attached certificate، او لو عايز تعملها بصوره احترافيه اكتر وشكل احسن هنعمل ايه؟ حضرتك هتيجي هنا كده وتكتب dear، وبعدين تيجي على هنا ده وتاخد التايتل. الحركه دي بتحس الناس ان احنا باعتين الميل ده سبيسيفيكلي للشخص ده، حاجه خاصه بالشخص، فبالتالي بتبقى شكلها مور بروفيشنال. وبعدين هاجي على النيم وهاخده احطه كده، يبقى كل واحد هيروح له دير بالتايتل اللي دخله بالنيم اللي دخله، كان الرساله رايحه له لوحده. وبعدين هروح كاتبه له مثلا kindly او whatever نص الرساله اللي حضرتك عايز تكتبه، kindly find the attached court. يبقى kindly find the attached court مثلا، وبعدين regards. ايا كان نص الرساله اللي حضرتك هتعمله هيروح للناس كلها بنفس النص مع اختلاف التايتل والنيم، كل واحد حسب ما ده. تمام، وتكتب بقى الامضه بتاعتك. انا مثلا هكتب اسلام مناع، ايا كان، انا مش هكتب حاجه عشان دي حاجه فور تيست كده. طيب نتأكد تاني إن الفيلدز دي أهم حاجة عشان الإيميل بتاعنا يوصل. نتأكد تاني إن إحنا عاملين شير يس، تمام، وكاتبين الإيميل. طب الأوبشنز دي إيه؟ الأوبشنز دي لو حضرتك عايزه يعمل ري شير للشهادة تاني تقدر تقفلها عليه أو تفتحها من هنا. يقدر يعمل ري شير ولا لأ؟ يبعت الإيميل ولا لأ؟ تقدر تبعت الإيميل ده كأنه جينيريك، محدش يقدر يعمل لك ريبلاي على المسج بتاعتك، براحتك. عايز محدش يرد عليك اعمل نو اعمل يس، عايز الناس تعمل ريبلاي عادي سيبها. طيب بعد كده هعمل نيكست. وبعدين الخطوه دي مهمه جدا، لازم حضرتك تقول له ران فروم تريجر تعمل يس يس. تمام، دي اساسي عشان يشتغل معانا. طيب التايم تريجر ده، التايم تريجر ده ممكن تعمل يس وتخلي ان الشهاده ما توصلش على طول، مجرد ما يملا. اللي انا بعمله ان انا بسيبها مجرد ما الشخص يملا الفورم تتبعت له الشهاده وقتي. لكن لو فعلنا التايم تريجر تقدر بقى تدخل ان بعد ساعه، بعد شهر، بعد سنه، بعد ايا كان الشهاده توصل. يعني بنحط له الوقت اللي يبعت فيه الشهاده. فانا هكتبها، احنا بس هنخلي الاساسي اللي لازم يتعمل اللي هو run from trigger ده لازم. وبعدين هعمل سيف. انا كده خلصت الجوب اللي على الايه، اللي على الجوجل شيت بتاعي، فبالتالي ربط لي كل حاجه ببعضها. طيب عشان اعمل تيست للكلام ده هعمل ايه؟ هاجي على الفورم بتاعتي. الفورم كده اتربطت بالشيت اللي عليه الميرج، اللي عليه الميرج تاجز اللي هيربط كله ببعض. هاجي على الفورم بتاعتي عادي جدا وهجيب اللينك بتاعها وهبعته لحضراتكم على الشات، وحضراتكم جربوا تملوا وهنشوف مع بعض ايه اللي بيحصل. يعني هنشوف مع بعض في الجوجل شيت ايه اللي بيحصل لما الناس تملى الفورم. انا خدت اللينك وهنبعت اللينك دي كده اهي. حضرتك
حضراتكم جربوا املوا الفورم كده اللي اتبعتت دي. انا اول واحدة هجرب معاكم، جربوا كده يا دكاترة، نملأ الفورم معايا، سامعيني؟ ايوه تمام مهندسة، بنملى الفورم. تمام، بدأت الناس تملى اهي. معلش عذرا، يعني ما فيش حد من زمايلي دخلوا، فانا إيمان دخلت اهي، بعتت لينك للشهادات. اوكي، ده اللي أنا بيحصل موجودة، لما، أنا موجودة معاك. تمام يا إيمان، بيبدأ بقى يعمل كرييت للشهادات. ده كده شكل الشهادات مثلا. تمام، الشهادات بتبعت ايميلز وقتيا لحد عدد معين زي ما قلنا، تقريبا 120 على ما اتذكر، 120 150 ماكسيمم، بس تقريبا هم 120، وكل واحد الشهاده راحت له بالايميل بنفس الشكل اللي احنا كتبناه. يعني مثلا هنا دير دكتور نجلاء زكي، دير دكتور دينا نبيل كمال، كل واحد حسب ما كتب بالظبط بنص الرساله اللي انا مثبتاه للكل، مع اختلاف اولا هيبقى الاختلاف في الرساله موجهه لمين، وكمان الشهاده نفسها، وكمان اسم الشهاده احنا غيرناه بالتاجز، الميرج تاجز اللي احنا اشتغلنا بيها كويس. الناس بدات توصل لها الشهادات صح؟ بص كده على الايميل، تشيك الايميلز اهي، وزي ما احنا شايفين ساعات كده بيهيس، يعني مثلا هنا دكتور رشا تاخر شويه، بس شويه هيشتغل اهو، اشتغل. طيب تيجوا نبص كده على اللينك بتاع الدرايف اللي عليه الشهادات اهي. ده اللينك اللي انا ببعته لحضرتك، اللي ما وصلوش الايميل يقدر يدخل على اللينك ده ويلاقي اسم الشهادة بايه حسب ما هو كاتب، التايتل وبعدين النيم وبعدين سيرتيفيكت. حد جرب يعمل معايا ولا انا كنت سريعه ما حدش لحق؟ انا عارفه ان انا بقول بسرعه بس عشان الوقت. حد حاول يعمل معايا؟ انا حاولت بس ما لحقتش اكمل، يعني حضرتك سريعة ما شاء الله. معلش عشان الوقت، والله هو الموضوع محتاج وقت اطول شويه، بس الفيديو هيبقى متاح معانا نقدر نتفرج عليه واحده واحده كده ونعيد، واي حد عنده استفسار في اي وقت انا معاكم يعني تحت امر حضرتك. انا كده خلصت الجزء بتاع الورشة بتاعتنا النهاردة، ولو حد من حضراتكم عنده اي استفسار انا تحت امر حضراتكم. شكرا جزيلا للمهندسة إسلام على البرزنتيشن الرائعة والعرض المبسط، يعني هو احنا محتاجين نعمل براكتس وبس، هي ورشة مهمة جدا وأعتقد كلنا محتاجينها في الوحدات والكليات، هتوفر علينا وقت ومجهود وحاجات كتيرة جدا، يعني إن احنا الشهادات تطلع بصورة أوتوميتد. يعني لو في أي سؤال عند حضراتكم لو سمحت باشمهندسة، لينك الشهادات مش موجود، فهل نزل على الجروب ولا ايه؟ موجود على المفروض الشات. باشمهندسة إيمان نزلته، نزل لا اللينك شكرا. موجود موجود، نزل ولينك نزل في الدرايف الشات، كمان موجود، موجود يا فندم. في الشات في سؤال دكتور، ثانية واحدة، دكتور دينا اتفضلي، دكتور دينا نبيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا دكتور. عايزة أشكرك يا باشمهندسة إسلام طبعا على الورشة الجميلة دي، يعني أنا بسميها مفاجأة وكتر خيرك فعلا، إحنا كلنا كوحدات ومحتاجين الحتة دي حتى نعلمها للتيم بتاعنا، لأن كلنا خلاص بقينا محتاجين لها فعلا. وأسلوبك سهل، يعني عارفة يفهم جدا، يعني أنا يمكن كنت بشوف تيوتوريالز على اليوتيوب بتعقد، يعني عارفة تقولي إيه، لا أنا خلاص مش قادرة أتعلم، مش قادرة أكملها، فطريقتك ما شاء الله سهلة زي ما عودتينا، فعشان كده الحمد لله أنا يعني طمعانة في كرمك إنك أنت إيه تعملي لنا فيديو تيوتوريال
او حتى لو تسجيل المحاضره ينزل لنا على اليوتيوب عشان خاطر نخلي بقيه الناس اللي معانا يشوفوه ويقدروا يطبقوا وتبقى الدنيا سهل. عندي سؤال مش عارفه الاقي اجابته عند حضرتك ولا لا. انا دلوقتي لو انا عامله مثلا في الوركشوب بتاعي زي كويز او اساينمنت اي حاجه كده براكتيكال شويه وبعدها عايزها تطلع الشهاده على طول، يعني انا بمجرد الانتهاء من الجزء البراكتيكال ده او الكويز او الاساينمنت تطلع الشهاده، ما تطلعش الشهاده لمجرد الحضور، هل في حاجه بتبقى لينكت لمجرد ما انا بكمل الجزء بتاعي بتاع الاساينمنت مثلا على سبيل المثال فتطلع لي الشهاده؟ هل بقدر اربط العمليه دي ولا لازم تتم بشكل واحد واحد؟ فاهمه حضرتك قصدي؟ هو كده حضرتك عايزه حاجه شبه مثلا البادجر اللي على الموديل دي، الفكره اللي حضرتك بتتكلمي فيها. بعيد بقى عن الشهادات اللي احنا بنعملها او الجوجل دوكس، في حاجه زي كده على الموديل موجوده فعلا، حاجه اسمها بادجر. بادجر ده مجرد ما بيوصل الطالب لمرحله معينه يقدر ان هو يطلع له زي بادج او حاجه تشجيعيه زي سيرتيفيكت، حضرتك بتختاري الديزاين بتاعها وبتدخليها بعد مرحله معينه. بس بعيدا عن اللي احنا شرحناه النهارده، اللي احنا شرحناه النهارده الامكانيه بتاعته ان هو يوفر لي شهادة مربوطة بفورم، الفورم دي يتبعت وقتي يعني مجرد ما يملى تتبعت الشهادة، أو إن أنا أعمل لها تايم تريجر. التايم تريجر ده يحدد وقت ملوش علاقة بقى بحل حاجة أو غيره، لا الوقت ده أنا بحطه، يعني أنا بحط مثلا بعد شهر بعتها، بعد ساعتين بعتها. تمام. طب وهل في حاجة بتعمل تريجرينج لأنا دخلت إمتى الورش؟ يعني مثلا هقولك على حاجة، يعني أنا مثلا فلنفترض عملت ورش وحتطلع شهادات للناس الحضور اللي في الورشة، فبيجي ناس مثلا بيخشوا في الآخر على الآخر عشان الشهادة. الجوجل دوكس ملهاش علاقة بقى. ليه بقى يا دكتور؟ لأن احنا أصلا الاجتماع بتاعنا موجود على تيمز بره خالص عن الجوجل، ملناش علاقة. الجوجل يظهر لي إيه؟ يعني أنا هعمل شير تاني كده وأوري لحضرتك الجوجل هيظهر لي إيه. الجوجل هيظهر لي الوقت اللي عمل فيه في الفورم، يعني ظهر لي هنا الوقت. مثلا دكتورة نجلاء مالت الساعة كذا، لكن دخلت الاجتماع امتى؟ جوجل ملوش علاقة. الاجتماع على تيمز. حضرتك بقى ممكن في شات تيمز تلاقي كل واحد دخل امتى وطلع امتى، يعني كل حد جوين الكونفرسيشن وليفين الكونفرسيشن موجودة جوه تيمز نفسه برا عن الجوجل خالص. تمام. ميرسي جدا باشمهندسة اسلام. ميرسي جدا. شكرا لحضرتك دكتور ديما. شكرا باشمهندسة اسلام. في اي سؤال تاني؟ دكتور غادة تفضل يا دكتور. مساء الخير دكتور غادة، مساء الخير باشمهندسة اسلام، مساء الخير على حضراتكم جميعا. يعني انا شايفة الكلام الدكتورة دينا بتطرحه مهم جدا، ويمكن احنا ما عندناش اجابة يعني حاضرة عليه دلوقتي حالا، بس I think يا باشمهندسة في ممكن نفكر في آليات لتفعيله. ويعني أنا مش برد أو بسأل سؤال على قد ما أنا يعني بطرح كده اتجاهات ممكن نبحث فيها ونشوف مع بعض. يعني بتخيل مثلا لو حضرتك بتاخدي الـ input بتاع الشهادات ومش بتبعتي الميل instantly، يعني بتجمعيهم بس على الفولدر، اظن ده اوبشن موجود، يعني ممكن ما تبعتيهمش. متاح ما تتبعتش خالص؟ ايوه طبعا. احنا لو اخدناهم وجمعناهم على الفولدر وبعد كده نزلنا مثلا الاتندنس شيت بتاع تيمز بتاع الميتنج وشفنا كم واحد حضر في الميتنج لفتره قد ايه، ممكن نعمل يعني وذ اسمي مانوال يعني اوبريشن نعمل ماتشنج، وفي النهاية نقرر ان احنا نشيل من الفولدر الشهادات اللي ما تستحقش يعني، او اللي هي مش ما استوفتش الحضور، ونسيب الفولدر فقط بالحاجات اللي هي استوفت الحضور. فاي ثينك ان احنا وي كان تويك ات علشان نوصل للدكتورة دينا بتقول عليه. ارجو يا دكتورة دينا ان فكرتي تكون واضحة، وارجو يا باشمهندسة اسلام ان اللي انا بقوله يكون قابل فعلا للتنفيذ، ان انا اجنريت السيرتيفيكت واسيب الادمن يبعتها في وقت لاحق. هل ده ممكن يا باشمهندسه؟ متاح يا دكتور، متاح اصلا الاوبشن بتاع الشير
احنا نقدر نقفله ما يبعتش على طول، انا اللي ابعت بقى مانيوال. بس هي الفكره بقى ان يعني ايه ان انا كده شلت الميزه بتاعت ان هو يبعت اوتوماتيك، هيبقى فيها اوفرلود بقى على الناس انها تقعد تدور في الكونفرسيشن مين دخل امتى وعمل ايه، مجهود يعني. هي فيها زيادة. مجهود فعلا يا باشمهندسه اسلام. انا بس انا عايزه اشكر دكتوره غاده برضو، احنا كوحده يمكن الحته دي تفتح لنا حته في السير شويه ونلاقي لها طريقه نبقى يعني سباقين حتى ان احنا نطور في الحته دي يمكن شويه، وهتبقى فيها كمان يعني زي ما بقول يعني تمييز برضو، تمييز الناس اللي حضرت، الناس اللي طبقت، الناس اللي عملت. أعتقد إن هي فيها حتة كده ممكن لو بحثنا فيها شوية زي ما دكتور غادة قالت ونطرحها ونتناقش فيها مع بعض، ممكن تبقى يبقى بعد كده ممكن نطبقها إن شاء الله. وأنا برضو يا دكتور كويس جدا في الحتة دي، يعني سيرتيفاير في الحتة دي كويسة جدا، يعني بيعمل تراك وحوارات كده، يعني مش مجرد ان هو منفصل عن ده، لا في حاجات يعني سيرتيفيكت مانجمنت سيستم، مش مجرد ان هي بتجنريت بس، لا بتتابع كمان، يعني في كذا حاجة متاحة على الساحة بتعمل الموضوع ده كمان. هو اللي حضرتك قلتيه كمان يا دكتورة دينا، يعني بصراحة ده ممتاز جدا، حتة ان انت تدي سيرتيفيكت فقط للي يستحق، ودي برضو يعني زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ممكن نبحث ونجد فيها، لكن على الأقل في برضو حل تاني وي كان تويكت زي موضوع الحضور. على فكرة موضوع الحضور مش هيبقى تيديس قوي يا باشمهندسة إسلام، علشان هو أوتوميتد التيمز بينزل الحضور، فأنا بقدر أشوف لو عملت يعني رانكين كده أشوف اللي حضر أقل من وقت معين أو هو بيديني دخل امتى وخرج امتى. فهي ممكن يعني واحنا بنتكلم مثلا في عدد 100 واحد حاضر، فهي هتاخد ساعه شغل مش يعني، وطبعا لو في الوحدات فرق يعني بتسابورت فدي مش قضيه كبيره قوي يعني، الى ان نجد طبعا حل تاني. الموضوع التاني اللي الدكتوره دينا بتقول عليه الكويز، برضو اي ثينك وي كان تويك ذس، ان انا انزل اعمل تو فورمز، فورمز اوليه للكويز جريدد، واللي يعدي الفورم الأولية الميلز بس اللي تعدي الفورم الأولية يعني اللي هي تاخد النص أو أكتر أو حسب ما أنا أقول، يتبعت لها لينك الشهادة فقط، ما ينزلش على الشات زي ما احنا بنعمل كده. يعني شكرا لتفتيح الفرص دي للدراسة، وأنا متأكدة أن الدكتورة دينا نبيل بعد بكرة هتلاقيها جاية لنا بشوية حلول كده إن شاء الله. أنا عن نفسي إن شاء الله بإذن الله هبحث في الموضوع ده. مرسي يا دكتورة غادة. دكتور غادة أنا عايزة أؤكد على كلام حضرتك في حاجة، إحنا عندنا في الـ IT في دورات بتتعطى على الزوم، فالزوم بيسجل، هما طبعا في حد بيبقى مسؤول بياخد الغياب الطالب يعني في وقت معين، فبعد كده طبعا هو ممكن يكون في اللحظة اللي دخل فيها لقى الطالب وسجله حضور، لكن الزوم بيجيب هو كام قعد كام منت، فإحنا بنعمل فلتر زي ما حضرتك قلتي كده للطلبة اللي حضروا أقل مثلا من نص الوقت، ودول بيتحسبوا غياب، فدي نفس اللي حضرتك قلتيه دلوقتي يعني. فهو بياخدش وقت لو في تيم بيشتغل، هو هياخد وقت بس في اني ابعت الشهادات بقى. دكتور في دكتور منى ابو السعود، اتفضلي يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم طيبين جميعا. أنا بشكر حضرتك جدا يا باشمهندسة إسلام على البرزنتيشن يعني الواضحة جدا وجميلة ديتيلد حقيقة، ربنا يجازيكي خير يا رب. أنا بس بسأل حضرتك على حاجة دلوقتي، في ساعات workshops بنحضرها ما يبعتوش الشهادة إلا بعد ما الparticipants يبعتوا survey عن الworkshop اللي حضروه، فهل في طريقة تلينك الشهادات بالسيرفي؟ شكرا لحضرتك. هي باشمهندسة الفورم نفسها بقى نخليها ان هي زي سيرفي، اللي هي الفكرة بتاعت ان الفورم نفسها نعملها كأنها سيرفي، ولا حضرتك تقصدي حاجة تانية؟ لا يعني بصي حضرتك انا قصدي ان الشهادة مش بتطلع او مش بتتبعت اوتوميتد الا لبس الناس اللي عبوا سيرفي عن الوركشوب، مش كلهم يعني، مش كل الحاضرين يعني، في مثلا هنقول 100 حضروا كويس، 50 منهم بس هم اللي عبوا السيرفي، فهتتعمل السيرتيفيكتس الاوتوميتد دي هتبقى جنريتد بس لل 50 دول اللي عبوا السيرفي، فهل في طريقه ان احنا نعمل لينكينج الموضوعين دول ببعض؟
ما هي دكتورة منى على حسب اللي أنا فاهماه إن نفس الفكرة، هو اللي بيملى الفورم بس هو اللي بيتعمل له جنريشن للسيرتيفيكت، صح كده؟ بس الفورم بتاعت السيرتيفيكت مختلفة عن الفورم بتاعت السيرفي. واخدة بالك حضرتك؟ يعني دي فورم أنا ودي واخدة فورم. بالي، هي الفكرة مش بالفورم، الفكرة بالشيت نفسه. الشيت واحد يعني حضرتك بتعملي شيت للسيرفي وشيت للفورم عادي، الاتنين اللي هيتجمع فيهم الداتا اللي بيلينك هو ايه؟ هو الشيت اللي انا بنزل عليه الاوتوكراد، فينفع عادي للسيرفي للكويز لاي حاجه. يعني زي ما دكتوره غاده قالت كده ان انا اقدر اعمل كويز واللي يحل الكويز يوصل لنسبه معينه بس هو اللي يوصل له، يعني مثلا اللي ينجح في الكويز هو اللي يوصل له الشهاده مثلا، ده مثال. فنفس الفكره هو كله بيلينك بايه؟ بيلينك بجوجل شيت. بس هتتعمل مانيوال برضه صح؟ يعني مفيش طريقة اوتوميتد انك انت حضرتك تخلي الشيت ده هو يفلتر اللي عبوا السيرفي بس هو اللي هيتبعت له بأمانة أنا ما السيرتيفيكت. جربتهاش، فأنا انا مش بسأل على هقدر كده. أرد على حضرتك، تمام لكن لو حضرتك تديني فرصة أدور وأرد على حضرتك، لأن ما حصلش إن إحنا عملناها قبل كده. ايوه تمام، كتر خيرك، شكرا لحضرتك. نعم، شكرا لحضرتك دكتور منى. دكتور أسماء صقر اتفضلي. دكتور أسماء، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا دكتور. أنا بس حابة أشكر دكتورة غادة الخياط طبعا، وأشكر حضرتك. أنا أول مرة أحضر معاكم الوركشوب دي، وهي صراحة فادتني كتير جدا. وعايزة أقول لحضرتك باشمهندسة إسلام، ده مش غريب عليكي إنك تبعتي لنا معلومة تكون أنت دايما مصدرها، وعمرك ما بخلتي على حد بحاجة. والحقيقة إن أنا من أول ما حضرت الوركشوب دي وأنا كان نفسي أعرف ازاي بيحصل ان الشهاده تتبعت بالشكل ده، فاول ما عرفت ان النهارده هتكون الورك شوب عنها كان عندي شغف فظيع ان انا ادخل احضرها. بشكرك جدا وبشكر مجهودك وتبسيط المعلومه، بصراحه كان فوق الممتاز. العفو، العفو، والله دي حاجة تسعدني طبعا إن الناس تكون مبسوطة من المعلومات واستفادت. كل عام وحضركم بخير. شكرا حضرتك بألف خير. دكتور ريمونة موسى، آخر سؤال اتفضلي يا دكتور. اسمحي لي دكتورة غادة أسأل الدكتورة أسماء حضرتك منين؟ أصل حضرتك بتقولي أول مرة تحضري لنا. اتفضلي يا دكتور. طبعا حضرتك من فين يا دكتورة أسماء؟ أنا بحضر من كلية زراعة. زراعة اسكندرية؟ زراعة الشاب دي اسكندرية. سألك يا دكتورة، كان المفروض تبقي معانا من زمان، أنا فاكراكي مثلا من القاهرة ولا من المنصورة ولا لا لا لا، لازم تحضري معانا بقى كل مرة إن شاء الله من ده شرف ليا، أول السيزون بإذن الله. ده شرف شكرا ليا قوي يا دكتور، مع حضرتك شرفتينا حضرتك وشرفت فعلا. تحت رعاية حضرتك. شكرا يا فندم، شرفتينا حضرتك. العفو يا فندم. دكتور منى موسى اتفضلي يا دكتور. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور، اتفضلي. الأول عايزة أشكر دكتور غادة طبعاً إن هي بتعمل لنا الوركشوبس دي on regular basis، وإحنا بنستفيد منها كلنا طبعاً من different fields وكده. وعايزة أشكر برضو باشمهندسة إسلام على البرزنتيشن الحلوة جداً النهاردة، وعندي سؤال لحضرتك. اتفضلي يا فندم. هو أنا بسأل عن السيرتيفيكت، هل أقدر إن أنا أعمل لها جنريت بديفرنت لانجويج؟ يعني مثلا تطلع بالإنجليش، تطلع بالفرنش، تطلع بالعربي، تبقى مربوطة البراميترز بتاعتها على سيرش انجن أو على مثلا ويب بيزد أبليكيشن، بحيث لما تطلع لي بأكتر من لانجويج يعني مترجمة. يعني حضرتك عايزة تطلعي أكتر من شهادة لكل واحد يملى؟ كل شهاده يعني مثلا دكتوره منى موسى هتملى، فيطلع لها شهاده عربي وشهاده انجليزي، بتملى مره واحده يطلع لها اكتر من هتملى شهاده. وان تايم، هتملى وان تايم، بس انا هعمل حاجه في الباك اند تخلي الشهاده دي، يعني انا باسيوم مع حضرتك، هل ده ينفع ان انا في الباك اند اقدر ان انا اترجم الشهاده دي؟ هي عملت الانبوت مره واحده بس، انا اي ويل ترانسليت في الباك اند واطلع لها الاوتبوت اللي هو الشهاده بكذا مره، مرة بالعربي، مرة بالإنجليش، مرة بالفرنش كده، فهل ده ينفع؟ والله يا دكتور أنا ما شفتهاش، يعني أنا ما شفتش أوبشن زي كده، ما شفتش أوبشن زي كده على الجوجل دوكس، يعني ما شفتش الكلام ده معانا. هو حضرتك بتحطي الشهادة باللغة واحدة، يعني زي ما قلنا كده الديزاين بعمله باللغة اللي أنا عايزاها، والتاجز طبعا متغيرة وفقا للغة اللي حضرتك عايزاها. أنا دخلتها إنجليش،
تمام. حد عايز يدخلها فرنش يدخل. انا مجربتش ادخلها عربي، بس في ناس جربت تدخلها عربي وحصلت مشاكل التاجز، يعني الميرج تاجز لما بتدخل بالعربي ساعات بتعمل كونفليكت فالدنيا بتبوظ شويه، لكن انجلش فرنش الكلام ده عادي شغال ما بيقولش حاجه يعني. اوكي بس الترجمه ان يطلع اكتر من واحده لا ما شفتهاش. هو الاوتوكرات على حد علمي برضو، لان ممكن يبقى فيه حاجه انا ما اعرفهاش، ممكن يبقى فيه فيتشر تانية انا ما اعرفهاش الله اعلم، بس على حد علمي ان لا بتطلع واحده. انا عايزه اقول حاجه لحضراتكم دكاتره، فاكرين اول ورشه خالص عملناها اول ما بدانا كانت الدنيا ماشيه ازاي؟ مشكله الاوتوكرات ان هو التوتوريال بتاعته الاونلاين زي ما الدكتوره قالت كده معقده وكمان مش وافيه، يعني في حاجات كتير انا عرفتها بالخبره من الشغل مش من التوتوريال. اغلب الحاجات اللي انا قلتها لحضراتكم دي من الشغل، يعني مثلا قعدنا وقت، قعدت مره اكتر من شهر بدور على مشكله مش عارفه حلها. المشكله دي كانت ايه؟ كانت اجي اشغل اوتوكرات ما يرنش، ما يعملش ران، مش راضي يرن. كانت ايه بقى المشكله؟ السبب في المشكله ان انا فاتحه تو ايميلز، تو جيميل موجودين على نفس البراوزر، الاثنين معمول لهم ساين ان، ما بيرضاش يشتغل ابدا، لازم نعمل ساين اوت من كل الايميلز وندخل بايميل واحد فقط. دي مثلا مشكله قعدت فيها اكتر من شهر وما كانش راضي الفورم يشتغل معايا، وملهاش اي حاجه تدل عليها لا على التوتوريال بتاعت الاوتوكرات الاونلاين ولا حتى اللي الشركه منزلاه، حاجات شبه كده بقى. فحاجات من دي كتير انا عرفتها بالشغل وقت طويل في الموضوع، مش ان انا لقيتها او حد قالها لي او مثلا الجايد بتاع الاوتوكرات قالها. فوارد يكون في حاجه زي كده انا ما شفتش، لا شفت في الجايد ولا شفت في التوتوريال ولا انا جربتها، بس ادور لحضرتك لو لقيت حاجه هبعت لحضرتك اقول لك عليها. اوكي ميرسي جدا لحضرتك. العفو. ممكن ناخد بقى اخر سؤال، دكتور بسنت اتفضلي. دكتور بسنت اتفضلي، هو المايك بتاع حضرتك مفتوح بس الصوت مش واضح يا دكتور. المايك مفتوح بس مش سامعين حاجة يا دكتور. ممكن حضرتك تكتبي في الشات لو في سؤال لدكتور بسنت لو الصوت مش واضح كده. الصوت واضح طيب؟ اه سامعين كده تمام. انا كنت بس كان في تعليق على الزميله ان في بعض الشهادات ممكن تطلع باللغتين، يعني بيبقى عاملين زي جانبين كده في الشهاده، جانب اللغه العربيه مثلا وجانب اللغه الانجليزيه او واتيفر، ويبقى البارامترز اللي حضرتك كاتباها سواء تايتل سواء نيم سواء واتيفر بالعربي والانجليش مثلا او بالعربي والفرنش واتيفر. في بعض الشهادات بتطلع بهذا الشكل، يعني انا حضرت بعض السيشنز يعني، فربما تكون دي يعني حل او مخرج يعني للسؤال ده لو انا مش عايزاها سيبريتد يعني. تمام ممكن. تمام شكرا دكتور بسنت، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور غاده، شكرا باشمهندسه اسلام، شكرا للساده الحضور، وان شاء الله باذن الله نتقابل يوم الخميس على خير في اخر سيشن من السيزون الرابع لرمضان جانا. شكرا جزيلا باشمهندسة اسلام، كنت مبسوطه ان انا مديريتور مع حضرتك النهارده. العفو ده شرف ليا يا فندم. شكرا لحضرتك دكتوره غاده. شكرا صباح على الف خير. اتفضل حضرتك من اهل الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله.